بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية، ونبدأ بقى معانا أخبارنا، نشوف كده أهم الأخبار في الشارع المصري النهاردة. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع موسع، الاجتماع ده ضم رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والصحة والعدل والطيران المدني والمالية والتموين، بالإضافة لرئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. الرئيس أكد على أهمية مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية. كمان وجه سيادة الرئيس باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بالشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقا لأفضل الأسعار. كمان نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات التي صادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها كان قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. نشوف المزيد من التفاصيل. معنا على التليفون الأستاذ ضياء الحجري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا فندم. يا فندم صباح الخير. المزيد بقى من التفاصيل، طبعا يعني احنا متعودين طبعا لما بيطلع اي قانون او ما شابه بيتنزل بعد كده في الجريدة الرسمية، فلو اتكلمنا على اهم القوانين اللي نزلت، ايه ابرز النقاط اللي ممكن نتوقف عندها؟ اتفضل. طيب، هو في اول قانون كان نزل هو اسمه قانون تنظيم انشطة سوق الغاز. طبعا الهدف من هذا القانون هو تنظيم انشطة هذا السوق وتوفير كميات غاز للسوق المحلي بطريقة اقتصادية وفعالة. نحن نعلم يعني أن مع تزايد عدد السكان يتزايد عدد الاحتياج إلى الطاقة، الغاز الطبيعي طبعا وغاز البوتاجاز وغيرها، هي يعني أشياء ضرورية لكل منزل وكل بيت وأيضا للمصانع. هناك مصانع تدار بالغاز وتحصل على طاقتها من هذا الغاز، وبالتالي في هذا القانون صدر لتنظيم هذا يعني النشاط، بحيث يعني يعطيه فعالية، خاصة وأن مصر مقبلة على استكشافات جديدة في الغاز وعلى التوسع في هذا الإنتاج، وبحيث يعني هو أنا تخيلت أن القانون هيبقى أكتر معني بهذا الموضوع، يعني أن هو أن احنا داخلين إن شاء الله طبعا أن احنا هنبقى من مصدري الغاز وهيبقى عندنا إنتاج كبير جدا واحتياطي كبير جدا من أكبر احتياطات على مستوى العالم، فتخيلت أن الموضوع هيبقى كده يعني ارتباطه أكتر من الارتباط الداخلي. لا يعني هو أساسا هو ارتباط داخلي، بمعنى هو تنظيم السوق في مصر. يعني ينص مثلا القانون على انشاء هيئه عامه تسمى جهاز تنظيم انشطه سوق الغاز، يعني تتبع الوزير المختص، ويهدف يعني الجهاز ده الى تنظيم كل ما يتعلق بانشطه سوق الغاز المحدده في القانون، متابعتها ومراقبتها بما يحقق يبقى توفر الغاز، والعمل على ضمان اتاحه شبكات وتسهيلات الغاز وضمان جوده الخدمات المقدمه. ايضا طب خلينا ننقل بقى على قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات، ايه برضو ابرز النقاط اللي نتوقف فيها عندها في هذا القانون بشكل مختصر؟ يعني هذه هيئه طبعا يعني مهمه جدا، لانها ستنظم جميع الانتخابات والاستفتاءات القادمه، سواء كانت تشريعيه مختصه مجلس النواب او سواء كانت المحليات او اي استفتاء قد يعني خطرها الدوله ان تجري في مصر. هي اولا شخصيه او هيئه مستقله فنيا واداريا وماليا، هي وحدها الوحيدة التي تختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية الرئاسية والنيابية والمحلية. تنظيم جميل. في تغيير معين ممكن نتوقف عنده؟ تمام. يعني أهم حاجة يعني في هذه الهيئة أنها ستكون يعني لها سلطات ضخمة فيها، تعمل على لأن هي طبعا مستقلة عن أي شيء، يعني تعمل على ضمان، وأهم حاجة طبعا الاستقلالية. تمام. ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، المستوى بين المرشحين والناخبين، اعداد قاعده بيانات للناخبين، هي من حقها دعوه الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها، هي التي لها حق فتح باب الترشيح، تحديد المواعيد الخاصه به، هي التي تتلقى طلبات الترشيح وفحصها واعلان اسماء المرشحين، وهي التي تضع قواعد سير عمليه الانتخابات والاستفتاءات. طيب كل ده برضو مفهوم. خلينا ننتقل بشكل سريع برضو لأحكام قانون بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقى في بعض التعديلات وفي ممكن تمام. أهم التعديلات اللي نتوقف عندها. تم التأكيد طبعا عليه أن هو يعني هو هيئة مستقلة أيضا، تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي الاتفاقيات والمعادات والمواثيق الدولية
التي تصدق عليها مصر. تشكيل المجلس هيضم 25 عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود ليهم بالخبرة والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان. المهم بتاعته بشكل سريع يعني دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات حقوق الإنسان. أي شفاوة هي هيئة مستقلة هيبقى فيها التعيين يتم التعيين رئيس زائد 25 عضوا يتم اختيارهم. هو هنا في اختيار اختيارهم بين الشخصيات العامة المشهور لهم بالخبرة. وضع خطة قومية لتعزيز حقوق الإنسان. تلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان. العمل على نشر ثقافة الحقوق. زاوية السجون دي مهمة. زاوية السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات الإصلاحية والاستماع إلى نزلائها للتثبت من حسن معاملاتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. يعني الحقيقة يعني العديد من النقاط ممكن نتوقف عندها طبعا وقوانين هامة، لكن عشان وقتنا جزيل الشكر للأستاذ ضياء الحجري مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. وموضوع مهم قوي يا جماعة إن هو نحاول، يعني أنا هكون يعني أول حد فيكم، إن احنا نحاول دايما الجريدة الرسمية إن احنا نجيبها ونشوف إيه أبرز القوانين عشان نبقى عارفين دايما نتكلم على حقوقنا وواجباتنا، نبقى عارفين إيه اللي موجود، إيه اللي حصل فيه تغيير، إيه يعني الثقافة العامة دي أعتقد إنها ممكن تفرق معنا كلنا.